انا كمان ليا وجهة نظر خاصة، ان كمان ميدو طبعا لعيب كبير جدا جدا، قدم مشوار احترافي اكتر من رائع في اكبر الأندية العالمية. يمكن بس كان الاستمرارية كانت هتفرق جدا مع ميدو، لكن ميدو من يعني من اللعيبة والاصدقاء المحببين على قلبي، لكن يمكن خانوا التعبير شوية في ان النادي الاهلي او قناة النادي الاهلي عاملة حملة وارهاب اعلامي، كلام كبير جدا اعتقد يعني لا يعني لا يمت بصلة باللي احنا بنقوله هنا في قناة النادي الاهلي، واللي احنا وضحناه من خلال دقايق ان هو مصلحة النادي الاهلي هي مصلحة المنتخب. ويمكن كمان ميدو تطرق لموضوع محمد صلاح وانه بيطلب فلوس كتير على ما يطلع في الاعلام، يعني برضو يعني خانوا التوفيق في الجزئية ديت. وانا عارف ان ميدو لعيب كبير، وعارف ان يمكن كلنا عارفين ان محمد صلاح على مستوى الاحتراف وصل لمرحلة لم يصل ليها اي لاعب مصري في التاريخ، ويمكن في المستقبل القريب كمان مش هيكون في واحد زي محمد صلاح وصل لهذه المرحلة من الاحترافية. وبالتالي المرحلة ديت اللي وصل لها محمد صلاح، اولا عملية الظهور في القنوات واللقاءات الصحفية وكل دوت محسوب، وعنده ايجنت وعنده مجموعة كبيرة جدا بتدير أعماله. هو وصل لمرحلة يمكن إحنا كلنا، وأنا كنت واحد من أحد المحترفين المصريين في الخارج، يمكن محمد صلاح في حتة تانية خالص غيرنا ده بكل أمانة، ويمكن مش هيتكرر خلال المستقبل القريب. لكن إن وجود محمد صلاح في هذه المنطقة وإنه بيطلب فلوس مثلا من قناة المصرية، ده شيء يرجع لعملية الماركتينج، تسويق اسم محمد صلاح. لأن محمد صلاح لما بيطلع في أي قناة أعتقد المبلغ اللي طلبه أكيد هذه القناة هتجيب هذا المبلغ أضعافه من خلال سبونسر، من خلال إعلانات. ويمكن العملية الاحترافية يعني شايفينها بمنظور مختلف، هذا اللاعب بيدار بمنظومة احترافية كاملة من حيث التسويق، من حيث الأحاديث الصحفية، من حيث تحركاته، من حيث تنقلاته، من حيث ميدو مش عارف الكلام ده؟ لا ميدو عارف الكلام ده، لكن أنا بتكلم إن هو يعني هو ميدو أنا عارف يعني نيته طيبة، يعني هو كان نفسه محمد صلاح قناة مصرية ممكن تطلع فيها يعني ما تطلبش فلوس كتير. فالأمور ما بتدارش كده، الأمور بتدار بشكل أكثر احترافية. وخلي بالك يعني أنا لو محمد صلاح يعني قال خلاص هطلع في قناة ديت، طب ما هو جميع القنوات هتقول لك طب أنا عايز محمد صلاح، ولما محمد صلاح يقول لقناة وقناة لا هيرجع يقول لك أصل محمد صلاح طلع مع كذا، أنت طلعت مع كذا ليه وما طلعتش مع كذا. فالأمور بتدار بشكل احترافي. هو محمد صلاح وصل لدرجة إنه ما بياخدش خطوة بره المستطيل الأخضر لما يكون معاه الإيجنت بتاعه، الإيجنت بتاعه بيقول له لا مصلحتك تعمل دوت، فهو ماشي بهذا الأسلوب. وزي ما بقول يعني ده الأسلوب الاحترافي الأمثل، يعني كل الاحترام طبعا لميدو حبيبي وصديقي وكل حاجه وعلى المستوى الاعلامي، لكن بعض الخطوط يمكن زي ما بتقول سهام ما بتبانش قوي، واحنا هنا يعني بنوضح الامور بشكل الكلام بيتفهم في السياق اخر يا كابتن هاني. احنا بس احنا بنرد يعني احنا دايما وجهات النظر بتروح وتيجي، يعني احنا بنحترم الناس كلها وكل الناس بتتكلم بمبدا لو هو ليه نيه ثانيه او غرض ثاني ده شيء يرجع له. احنا بنوضح حقيقه الكلام، بنوضح موقف النادي الاهلي، ان النادي الاهلي في الموقف الاولاني انه مش حمله، احنا سبورت للمنتخب، سبورت للكابتن حسام البدري، مفيش حاجه اسمها يعني حاجه حرب اعلاميه او حرب نفسيه اعلاميه، كل ده بعيدا تماما عن كيان النادي الاهلي. هو مش هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيدار بشكل اكتر من احترافي، بيدار يعني باسلوب راقي جدا، ولكن تبقى مصلحه النادي الاهلي ومصلحه لعيبه النادي الاهلي احنا بنحارب عليها. ودايما هنقول ان احنا لعيبتنا لازم تكون يعني سبورت ولازم تكون محميه، لان دوت برضو بينعكس على منتخبنا القومي. وان شاء الله احنا ما زلنا متمسكين براينا في موضوع ايمن اشرف، ولو كان اي لاعب تاني بيتعرض للي ايمن اشرف بيتعرض له النهارده كان هيبقى ده كمان نفس موقفنا وكان هيبقى نفس راينا. فالنهارده بعيدا الموضوع عن ايمن، قصه ايمن اصله في الاهلي، اصل محمد حمدي في بيراميدز، الموضوع المزايدات على القناه وعلينا احنا شخصيا ده امر مرفوض تماما.